السلام عليكم، عاملين ايه؟ لو رايح تشتري موبايل من 1000 جنيه ل 6000 جنيه فانت في الفيديو الصحيح، عشان في الفيديو ده هقول لكم على احسن موبايلات ممكن تشتروها من 1000 جنيه ل 6000 جنيه. يلا بينا نبدأ الفيديو. والفيديو ده برعاية محلات العفاريت اللي هتلاقوا عندهم سكنات بتقدر بيها ان انت لو موبايلك ظهره مكسور تحط عليه سكن فالكسر يتغطى وشكل الموبايل يبقى حلو، تغير شكل موبايلك، تغير لون موبايلك، وبخامات مختلفة منها العادي ومنها ال3 دي اللي عليه رسومات محفورة. تقدر تقول كده انت بتحافظ على موبايلك من الخدوش والداري اي حاجة فيه مش حلوة، في نفس الوقت بيبقى شكله حلو، مش مجرد حاطط عليه سكرينه، مش مجرد حاطط عليه حاجه شكلها وحش او جراب خليه سميك. الحاجه الحلوه في محلات العفاريت ان انت هتلاقي عندهم اي موبايل حتى لو ما نزلش مصر هيتعمل لك السكان بتاعته وانت واقف، هتلاقي عندهم كمان سكرينات باشكال وانواع مختلفه وانت واقف برضه لاي موبايل. وفوق ده لو رحت قلت لهم ان انت جاي تبع جد هيدوك خصم 10%، وفوق ده كله عاملين احنا مسابقه او سحب على 100 تي في ستيك. تفاصيل اكتر عن السحب ده هتلاقيه تحت في الديسكربشن وهتلاقيه في اول تعليق مسبب، هتلاقي عنوان صفحه التواصل مع محلات العفاريت تحت في الديسكربشن. طول ما احنا ماشيين بنرشح موبايلات في الموبايلات اللي جايه لازم تخلي بالك من حاجه مهمه قوي هقولها لك في اول كل فئه وانا برشح لك الموبايلات دي. اول حاجه لازم تاخد بالك منها هي فكره ان انت لازم تبقى عارف اخر الفئه اللي انت هتشتري فيها ايه، او ايه التوقعات اللي انت المفروض ما تعلاش عنها في الفئه السعريه دي، والفئه دي هتقدم لك ايه، لانه ساعات في ناس بتحط توقعات عاليه على الفئه السعريه اللي هي راح تشتري فيها، او احتياجاتها تبقى اكبر بكتير من الفئه اللي هي راح تشتري فيها، وبالتالي مهما اشترت موبايلات في الفئه السعريه دي هتفضل متضايقه، هيفضل الخيار مش صح لانه مش هي دي الموبايلات المناسبه ليها. يمكن انا كنت عملت قبل كده فيديو سابق بعنوان زود واشتري بيتكلم على الفكره دي بالظبط، هتلاقيه في الاي دلوقتي، ممكن تروح تشوفه او تكمل الاول وبعد كده تروح تشوفه هتلاقيه تحت في الديسكربشن. فخلينا نبدا باول فئه سعريه وهي من 1000 جنيه ل 2000 جنيه. لو انت رايح تشتري في الفئه دي فلازم تبقى عارف ان انت هتضحي بحاجات كتير قوي في مقابل ان انت تحاول تاخد يعني التجربه المريحه او اكتر تجربه قابله للاستخدام. يمكن سنه 2021 و2020 سنه بائسه شويه لانه اغلبيه الشركات مش مهتمه بالفئه دي خالص، وكنا بنشوف قبل كده انه في الفئه دي كان بيبقى فيه خيارات حلوه جدا زي مثلا ريدمي 7A و8A قبل كده. السنه دي او السنه اللي فاتت شاومي نزلت ريدمي 9A و9C اللي ما كانوش احسن حاجه في الفئه السعريه دي ومش قابلين قوي للاستخدام. سامسونج عندها الاي 02 والاي 01 كور وحاجات برضو مش جامده قوي ومش قابله للاستخدام بشكل كويس. نوكيا كان عندها خيارات ودي اللي كنت بنصح بيها السنه اللي فاتت، هي كان خيارات اغلبها بقى قديم تقريبا، برضو الخيارات دي اغلبها اتشال دلوقتي ما بقاش فيه غير موبايلات قليله. وبالتالي انا في وجهه نظري انه الفئه دي ما بقاش فيها حاجه كبيره قوي ان انت تروح تشتريها، يعني ما فيش موبايل اقدر اقول لك انه الموبايل ده هيبقى مريح قوي. فترشيحي في الفئه دي هيكون ان انت تحاول تدور على موبايل مستعمل. لو انت رايح تشتري موبايل من 1000 جنيه ل 2000 جنيه وعاوز موبايل يستحمل شويه وقابل للاستخدام بشكل كويس، دور على موبايلات مستعمله تكون جايه من فئات اعلى عشان تديك تجربه احسن، لان حرفيا الفئه دي السنه دي مظلومه جدا. وان كان لازم تشتري موبايل جديد في الفئه دي فممكن اديك خيارين، ممكن نقول لو انت جاي في اول الفئه خالص ل 1000 جنيه ممكن تشوف نوكيا سي 2 هديك تجربه خام بسيطه، ولو انت طالع في اعلى الفئه ممكن الانفينكس سمارت 5 اللي هو 3 جيجا رام، او تشوف نوكيا 3.2 هتلاقيه برده 3 جيجا رام وده غالبا مش هتلاقيه، او ثالث خيار خيارات الكاتيل 1 اس 3 جيجا رام برده في حدود ال 1700 جنيه. فيعني الموبايلات دي ممكن تمشي معاك لو انت عاوز حاجه جديده، ولكن نصيحتي انك ما تشتريش حاجه جديده من الفئه السعريه دي وحاول تدور على موبايل مستعمل. نروح بعد كده على فئه ال 2000 ل 2000 ونص، وهنا بنلاقي انه الفئه دي برضو الى حد ما فيهاش موبايلات كتير زي قبل كده، كان عندنا خيارات قويه في الفئه السعريه دي. اول خيار مثلا هنلاقي ان احنا عندنا الريدمي 9، والموبايل ده انا بحبه لان تجربه اداؤه كانت كويسه، هنلاقي نسخه 3 جيجا رام تقريبا ب 2100 ودي مش وحشه، ولكن ال 4 جيجا رام اللي هتلاقيها تقريبا ب 2400 هتبقى خيار افضل. وفي خيار في الفئه السعريه دي هيكون ممتاز جدا في وجهه نظري، هيديك تجربه كويسه وشويه رفاهيات زي شاشه جميله، وهو التي سي ال 10 ال اللي هتلاقيه ب 2400 جنيه وبيقدم لك 6 جيجا رام في الفئه السعريه دي، خيار ممتاز. طيب نطلع من 2000 ونص ل 3000 جنيه، وفي الفئه دي هتبتدي تاخد موبايلات تقدر تلعب عليها على اداء جرافيكس قليل، تقدر تستخدمها بشكل كويس، وكمان هتلاقي شويه رفاهيات ابتدت تظهر زي مثلا عندنا كاميرات احسن شويه 48 ميجا بكسل، شحن سريع تايب سي،
واهم من ده كله بقى عندنا سماعات ستيريو في الفئه السعريه دي بفضل شاومي وبفضل انفينكس. في الفئه السعريه دي انت عندك كذا موبايل ممكن تشتري منهم. اول حاجه طبعا هي موبايلات شاومي اللي بتقدم لك هنا البوكو ام 3 والريدمي 9 تي. انا شخصيا بفضل الريدمي 9 تي لان الاثنين شبه بعض بالظبط، لكن الريدمي 9 تي احسن شويه، فالريدمي 9 تي هو خياري في الفئه السعريه دي. في خيارات تانية بالتاكيد برضه في الفئه السعريه دي، لو انت محب لسامسونج او مش حابب شاومي ممكن تشوف خيار زي الام 21. الموبايل ده غالبا مش هتلاقيه كتير، ولكن ساعات بينزل كده ب 2800 2900، موبايل بيقدم لك شاشه اموليد تجربته يعني كويسه، فلو لقيت الموبايل ده هيبقى خيار كويس. في خيار بقى في الفئه السعريه دي لقيته على موقع نون، وهو موبايل اسمه تي سي ال بلاكس نازل من ال 4000 جنيه ل 3000 جنيه، فالخيار ده خيار مميز جدا، بيديك شاشه جيده، تصميم جديد، 6 جيجا رام، ومعالج هو الاقوى في الفئه دي السناب دراجون 675. كان في الفئه السعريه دي الريدمي نوت 10 العادي اللي هو ال 464، لكن للاسف شاومي ما بقتش تنزله، فلو لقيته برضه هيبقى خيار، هو برضه الافضل في الفئه السعريه دي. طيب نطلع بعد كده على فئه ال 3000 لل 4000 جنيه، وهنا بنبتدي بقى ناخد اداء اقوى واقوى واداء مريح واداء يديك العاب كويسه، وتبتدي بقى تبص اكتر على رفاهيات اكتر. طبعا الاستيريو بقى معانا، طبعا شاشات اموليد بقت معانا، طبعا شاشات بمعدل تحديث اعلى بقت معانا، شواحن اسرع واسرع، وكاميرات احسن، بس برضه لحد 3.5 ما تتوقعش كاميرات خرافيه. لو انت حد مصور ومهتم بالتصوير قوي، الفئات اللي تحت كلها لحد 3.5 تقريبا ما فيهاش كاميرات جامده قوي. تحط في دماغك انه الكاميرات في الفئات السعريه دي مش احسن حاجه او مش خيارات رهيبه يعني. في الفئات السعريه دي عندنا خيارات كتير، طبعا خيارات شاومي، شاومي عندها طبعا 700 موبايل في الفئه السعريه دي تقريبا. بتكلم عن النوت 10 5G، النوت 10 S، النوت 10 العادي، وبنتكلم كمان على الجالكسي A32 من سامسونج اللي بيجي بسعر 3800 جنيه. كل الموبايلات دي تختار منها ايه؟ خياري انا المفضل هيكون الريدمي نوت 10 S، وكنت لسه عامل فيديو ممكن تشوفه من الاي اللي هتظهر فوق عن النوت 10 S مقارنة بالنوت 10 5G عشان تعرف ليه انا اخترت النوت 10 S. اما النوت 10 العادي بوجود النوت 10 S اظن ان هو مبقاش خيار قوي قوي. اما لو عاوز موبايل تاني او موبايل مش شاومي فهو ال A32 من سامسونج اللي سعره دلوقتي 3800 جنيه، موبايل بيديك شاشه اموليد كويسه، بيديك كاميرات محترمه جدا، وبيديك سوفت وير سامسونج الجميل، واداؤه مش هيبقى وحش قوي، بالتاكيد اقل من خيارات شاومي بفرق ملحوظ، ولكن لسه اداؤه هيبقى قابل للاستخدام الخفيف والمتوسط. وفي الفئه السعريه دي برضه في خيارات ممكن تلاقيها اللي هي اللقطه، زي ما قلت لك البوكو اكس 3 ان اف سي ممكن تلاقيه نازل تحت شويه، هتضحي اه بالشاشه انها مش اموليد بس باقي الموبايل محترم. هتلاقي برضه خيار ممكن تلاقيه حتى ب 3000 جنيه هو الريدمي نوت 8 برو، ده مش هتلاقيه كتير لكن ممكن تلاقيه عرض هنا او عرض هنا، خيار ممتاز جدا برضه ممكن ان انت تفكر فيه لو لقيته نازل ب 3000 جنيه. نطلع خطوه كمان ونوصل لفئه 4 ل 5000 جنيه، وهنا ابتدينا ناخد كاميرات احسن، كاميرات قابله ان انت بقى تطلع منها صور جامده وسيلفي احلى. وفي الفئه دي اقدر اقول لك برضه عندنا شاومي داخله بموبايلين، الموبايلين دول هما البوكو اكس 3 برو، وده تقريبا اقوى موبايل بالنسبه لاداء الالعاب، وبرغم كده ده موبايل انا ما بحبوش قوي. لو انت بتحب الالعاب، بتحب الالعاب جدا، اختار الموبايل ده، ولكن اداؤه العادي بالنسبه لي السوفت وير التجربه ما كانتش احسن حاجه. فلو انت ما بتحبش الالعاب ما تعتمدش ان الموبايل ده معالجه جامد، لا الموبايل ده تجربته مش قد كده، وفكر في الريدمي نوت 10 برو اللي بيديك تجربه متوازنه اكتر مع كاميرا كويسه جدا. اما لو انت حابب موبايل اوبو او ريلمي، فانا رايي سيبك من اوبو وريلمي وعندك موبايل من اخ ليهم اللي هو فيفو، وفيفو تقدم هنا الفي 20، موبايل صحيح قديم شويه، صحيح ان انت هتخسر الاستيريو ومعدل تحديث الشاشه الاعلى، ولكن اضمن لك ان انت تاخد احسن شبكه، تاخد احسن شاشه، تاخد احسن معالجه صور في وسط كل شركات بي بي كي. فانت لو عاوز موبايل من اوبو وريلمي كده روح لاختهم الثالثه فيفو، هتلاقي الخيار ده ممتاز جدا، تقريبا سعره 4800 جنيه. نطلع بعد كده لاخر فئه في الفيديو وهي من 5 ل 6000 جنيه، وهنا عندنا خيار من سامسونج وهو ال A52، ده الخيار المفضل بالنسبه لي لانه بيقدم لك شويه حاجات مش هتلاقيها في الفئه السعريه دي، مقاومه للماء والغبار، هيقدم لك كمان او اي اس في الكاميرا، هيقدم لك كاميرا ممتازه مع الحاجات الطبيعيه اللي انت متوقعها زي الاستيريو وشاشه اموليد بمعدل تحديث عالي، ولكن طبعا بيعيبه سرعه الشحن ال 15 واط بس البطيئه جدا، واللي بنرجو سامسونج انها تهتم شويه بموضوع سرعه الشحن ده في كل موبايلاتها بما فيهم الفلاج شيبس. الخيار رقم 2 هنا ممكن اقول لك هو المي 11 لايت،
الموبايل ده موبايل مظلوم في وجهة نظري، محبين شاومي ما بيحبوش الموبايل ده لانه شايفين النوت 10 برو بيقدم حاجات احسن منه، لكن في وجهة نظري انا الموبايل ده بيقدم لك تجربة ارقى، موبايل شكله احسن، موبايل ماسكته احسن، موبايل اخف وموبايل انحف، وبيقدم لك تجربة لطيفة. انا كنت سعيد بتجربة الموبايل ده، صحيح هتضحي بشوية حاجات زي انه ما فيهوش منفذ 3.5 مللي، ودي حاجة مش حلوة قوي، وتضحي مثلا بالبطارية اللي مش كبيرة قوي، ولكن تجربة الموبايل كانت راقية. فانت لو عاوز موبايل شكله حلو ومن شاومي فالموبايل ده هيكون مناسب جدا ليك. في خيارين نزلوا وانا بعمل الفيديو ده، وهم الوان بلس ان 10 وده موبايل 5G، وكمان الفيفو في 21. واظن ان الخيارين مش وحشين خالص، يستحقوا ان انت تفكر فيهم او تبص لهم، ولكن لسه ما اعرفش عنهم اي حاجه فما اقدرش احطهم لك في الفيديو ده. ممكن بقى لما نيجي نعمل فيديوهات عنهم، لو عملنا يعني فيديوهات عنهم ابقى اقول لك. كده الفيديو خلص، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو، اتمنى ان نكون حطيتكم على اول الطريق ان انتوا تختاروا فيه الموبايل المناسب ليكم، وتكونوا عرفتوا كل فئه تتوقعوا منها ايه ومتتوقعوش منها ايه. وبس كده، كان معاك احمد مدحت جدو من ريفيولوجي. متنساش تعمل لايك للفيديو وتشير الفيديو، وتابعنا على كل وسائل التواصل الاجتماعي واهمهم جروب الفيسبوك لو انت مش مشترك فيه لسه فانت فايتك كتير. @phone for you community تحت في الديسكريبشن، ويلا بينا نخلص الفيديو بقى. سلام. طبعا السلام عليكم. المكالمه دي على فكره احتمال تطلع في الفيديو اللي انا بصوره دلوقتي وانت بتكلمني. استنى قول كده، قول كده. السلام عليكم. السلام عليكم. معاك ام اس كي؟ معاك ام اس كي من قناه يلا انجليزي. اعملوا اشتراك بقى عند الراجل ده يا جماعه. ايه الاخبار؟ الحمد لله انا تمام.